واحد بيقول لماذا كان كل شيء في حياة بطرس الرسول 3-3؟ فمثلا انكر السيد المسيح 3 مرات والسيد المسيح قال له بعد قيامته اتحبني 3 مرات، وهو في يافا رأى رؤيا ملاء النازل عليه من السماء والصوت الذي كلمه 3 مرات. لا، ما تاخدش الحكاية كده وتحبكها 3. طبعا في اشياء في حياة بطرس مش 3، كل حاجة 3 مش معقول. لما قال للمسيح في متى 16 انت هو المسيح ابن الله الحي، دي كانت 3. ولما اتكلم عن قبول الامم كانت 3. ده حتى رسائل بطرس رسالتين 2 مش 3. لا، ما تسبقوهاش، مش معناها لقيت كلمة 3 مرتين يبقى خلاص تعملها قاعدة. لا طبعا.